اخوتي الاحبه، كنا عم نحكي مع حضره الاب يونان عن القديس، بعدين شفنا مع حضره سعاده السفير يوسف صدقه، شفنا شوي من تاريخ بيت مارون، الكنيسه المارونيه، وشفنا كيف هالناس كرمال ايمانا يعني تحملت الاضطهادات. أنا بدي أقول لكم أختي الأحبة أنه القديس هو شخص شهادته فيك، بمعنى أنه ما في أنا إجي على ذوقي أعمل قديس ولا هو على ذوقه يعمل قديس. من يقدس الإنسان هو علاقته بربنا، هو هالاتحاد فيه يلي بيطعمه وبصفي شهادته موجودة فيه هو جوا، وهالشي هيدا بيبين بالثمار يلي بتنتج عن هذا الشخص. يعني اليوم ما في ادعي القداسة أنا وبعد المحبة مش موجودة، ما في ادعي القداسة وبعده الآخر محطوط على جنب، ما في ادعي القداسة وبعد افكاري واحاسيسي ومشاعري سلبية، بمعنى انه برضى انه تكون سلبية، برضى انه انا يعني طيلع السلبية وعيشها مع الاخرين. اذا هالانسان القديس هو هذا الانسان يلي بطبيعة حضوره اذا بدكم هو انسان من اجل الخير، يرتبط بيسوع. وهون خلينا نقول شغله، ما في قديس خارج يسوع، يعني حتى بالعهد القديم بنحكي عن ما بعرف داود او ابراهيم او ما بنطلق عليهم، يعني في مرشعيا في مار دانيال، بس القديس هو فقط هذا الشخص يلي ارتبط اسمه. عم نحكي عن القديس يلي أعماله جعلت حضوره شاهد لقوة الله اللي بتفعل بالتاريخ. إذن هذا القديس ارتبط اسمه باسم يسوع وأصبح هو بتمال بيريونان هذه المرآة، ولكن هذه العبارة كمان يلي بيتجلى من خلاله عمل الله وقوة الله بالخير، مش مثل ما بيعملوا البعض بدنا نقتل وندمر ونحمل السلاح ونحمل الصواريخ وما بعرف شو، ونحن عملناها على أبشع كنا نحمل السيف والترس قبل بالقرون الغابرة، وبعدنا نقول إنه نحن قديسين، مش هالقديسين. اليوم أختنا ناريمان، إن شاء الله نكون حافظين الاسم مضبوط، ناريمان بيلوك، صار ببيتها حادثة وخليها هي تخبرنا عنها. أحد تلاميذ القديس مارون بحضن الرهبنة اللبنانية المارونية يلي معمر شربل اشتهر ب أداسته، اشتهر بالعجائب اللي عملها. نحن اليوم مع أختنا ناريمان بيلوك رح تعطينا نوع من شهادة حياة شو صار مع سارة بنتها وشو كان دوره للحرديني. خلونا نسمع منها هي أحسن. مدام ناريمان الله معك. معك. منين حضرتك أصلا؟ من جديد المتن. أساسا من جديد المتن. من جديد المتن. أي. كتير منيح. ناريمان خبريني، يعني خبري المشاهدين شو صار عندكم بالبيت، شو كان بها سارة، أي متى صار معها شيء، وين وصلنا بالآخر. قبل بدي خبرك أنا كيف تعرفت على الحرديني، تصارت علاقتي معه هيك قبل ما تخلق سارة. نعم. وكان هو مش مطوب ولا مقدس، أنا بنتي خلقت سنة 96 ما كنت سامعة فيه. نعم. وكنت قاعدة بجامعة، إجا شخص، يعني اليوم بنتك عمرها 24 سنة. 24 سنة.
اجى شخص جاب لي صوره الحردين وقال لي بتعرفي من هيدا؟ قلت له لا ولا شايفته ولا مره. قال لي بكون استاذ مار شربل. نعم. انا كلمه استاذ مار شربل اثرتني وحسسني بغرام بس شفت الصوره، يعني انا بقول لهم هو اجى لعندي مش انا اللي جيت لعنده، عرفنا على حاله. وقلت اذا التلميذ هالقد شاطر استاذه لازم يكون اشطر منه لشوف شو بيطلع من امره، بخبي بمخده بنتي بس خلقت. نعم. خلقت ما بها شيء بتجنن. بس صار عمره 10 اشهر، كان ليله عيد مار يوسف. والحرديني اسمه يوسف اساسا ومار شربل عليه السلام اسمه يوسف. بتعمل كريزه كثير كبيره وبتغيب عن الوعي. بنروح على شو؟ بتغيب عن الوعي بتبلع لسانها لاول مره بنشوف هذا المشهد نحن. وبتطول يعني شي ربع ساعه. بنروح على اول مستشفى على ابو جوده. قعدنا 15 يوم تبين عندها فقر دم كثير قوي. فبيطلبوا فحوصات الي ولجوزي تيشوفوا اذا ساره من ورانا هي عم بصير لها صارت لها الكريزه. نحن ما طلع بنا شيء، بقول لي الحكيم انا ما بحكم ساره، خديها عند اختصاصي للدم، انا صرت ابكي عرفت انه في شيء مش مزبوط. رحنا على البيت وقعدنا شي جمعتين. بعد جمعتين كانت لعبت ومشيت وما احلاها، بترجع لها نفس الكريزه البنت. ومنضل بالمستشفى 3 سنين ونص تقريبا. قديش؟ 3 سنين ونص عم نعالج. 3 سنين ونص نرجع على البيت نريحها من المصل والهيدا بنرجع على المستشفى. بشو كنت عم تعالج؟ من الكونسير يعني؟ مش كونسير ما عرفوا، لكل 15 يوم بدي عدهم بتعمل نفس الكريزه بتغيب عن الوعي وبتشكي بتبلش تنحر تنحر بتلشلش بتغيب، كل 15 يوم عندها هي الكريزه. ما حدا عرف لها بالاول ابدا، نعرف في فقر دم بس عم بيشتغلوا ويجربوا، جربنا كل المستشفيات يعني كل ما نعرف في حكيم يبعثونا يبعثنا الحكيم عند واحد ثاني. بيتوا بالمستشفى؟ او بالمستشفيات 3 سنين ونص؟ بالمستشفيات، من مستشفى لمستشفى، نجي نريحها ونرجع على غير مستشفى، نرجع نرجع، يعني زرنا كثير اطباء وشفنا لنعرف ليش ساره هيك. هلا بهالفتره هيدي انا خبيت بالمخده، قلت لها كل ما اروح على المستشفى اخذ صوره الحردينه وقطنه زيت. ما بتذكر مين جاب لي، بعرف حصلت على قطنة زيت مقدس يعني، خبيها وعندي إيمان أنا إنه لشفاء المريض دائما أدهنها بقطنة هالزيت. نحن وعم صار عمرها سنتين، بنتي خلقانة 13 أيار، إجا تطويب الحرديني 10 أيار سنة 98. كنا صرنا بمستشفى الروم عم بيعملوا فحوصات بيشوفوا شي بريتها اليمين. بقول للحكيم سارة بالعة حبة فستق فايتة بريتها اليمين، قلت له ولا ممكن. أنا بلعوس لها. يعني تتحصل بنتي على حبة الفستق أنا اللي بدي أعطيها إياها، وبنتي أنا على طول معي ما بنيمها حتى عند أهلي بلاي على طول معي حدي، في شيء مش مزبوط. قال لي ولو نحن 5 أطباء شفنا حبة فستق بريتها اليمين بدنا نسحب لها هي. أنا مش طالع بإيدي لهم شيء بقى، صرت أبكي، قلت له يا أبونا أنا عم طلع فوت مع سارة، أنا ما عم بقدر. يعني هو مطوب جديد، صار طوباوي. بده يتطوب بعد يومين. أي. أنا بجمعة أول جمعة من أيار تطويبه بـ10. أنا بأول هالجمعة. نعم. فبفوتوا لي سارة على أوضة العمليات، بفوتوا لها الربيج بتمها، بتظهر بنتي بعد ساعتين خازقين لتمها قد ما فاتحين لنازل هالدم، وبقول لي أنا بعتذر مش حبة فستق، عندها تاش مش منيحة بريتها. بدنا نعمل لها فيزيوثيرابي تطبيق لنشوف شو نوعها. أنا استحقيتها وبكيت. بس بهالفترة بدي أحكي شغلة. بهالسنين اللي عشتهم بالمستشفى مع مرض سارة ولا يوم أنا تزمرت أو عتبت الله أو سألته ليش أنا، ولا مرة أنا غضبت أو ما بقى بدي صلي، بالعكس كان كل يوم يزيد إيماني ورفقني بالمنام. بهالفترة كلها راهب ناطرني على المسبح تيعطيني قرباني، بس ولا مرة شفته، ما كنت شوف وجهه، شوف هالراهب لابس أسود ومخبى راسه، بس ولا مرة عرفت مين، بس قول أنا حلو منامي قرباني يعني نعمة كبيرة. فطلبوا يعملوا لها فيزيوثيرابي لما عرفوا في حبه انه هيدي تاش مش حبه فستق. طلبت اطلع على كفيفين، كنت انا ما بعرف شيء عن كفيفين ولا بعرف من وين بيروحوا لها، حتى قصه الحرديني ما بعرفها بس حبيته من الصوره لانه استاذ مار شربل وبس. فطلبت اطلع، قال لي جوزي بعد بكره التطويب شو بوصلنا؟ بكون في عجقه انطري وحياتك، بس يخلص التطويب وتروق يعني كفيفين طلعك. نمت بالمستشفى عم ببكي وقلت له للحرديني انا حابه اطلع لعندك بس شو بدي وصلني مش طالع بايدي. بيجي الصبح ناس عاملين رحله على كفيفين بالمستشفى بزتوا الكلمه، بعرف انه كان اعطاني اشاره بدك ياني اطلع،
كان سارة حاطين لنا الربيج بمنخيرة ومصل وإلى آخره. طلبت من الحكيم في كل اللي صار أعطيني إياها. قال لي لوين؟ قلت له بده أطلعك في فين بده أنظرها. قال لي وبركة عملت كريزة معك مشوارك بعيد. قلت له أعطيني إياها بكريزتها، بدي إياها بالكريزة، ما تعطيها شيء على مسؤوليتي. خطر موضوع يعني، شفتيها من مطرح يعني، ما تقول انه باريس يعني مطرح خطر. اي طبعا يعني كانت تفوت على الاسوان ونرجع نظهر. قلت له على مسؤوليتي، انا اخذتها على امن مطرح بيت الله، ما في امن من هالمطرح، ليش بدي افسع؟ اعطيني هي عم تغلي. اخذتها حرارتها 40 لبنتي وطلعت على كفيفين. بتعرف من 20 سنه 22 سنه اذا بدك طلعت غير هلا، كليا غير. حتى الضريح كان فوق محطوط بالكنيسة، ما كان محطوط تحت مطرح ما نحن هلأ منزوره. وصلت عكفيفين ما في عشقة، قلت أنا خاي إذا بدي أحكي للحردينة ما رح استحي حدا يقول شو عم تحكي، بدي فش خل إلى إله. أنا حطيت سارة في الحفة اللي منركع عليها بالكنيسة، وهذا الإزاز تابوت الحردينة ورا الإزاز، ولبدت لبدت له بقوة، ضربت على الإزاز وعيطت له أبونا أنا عم طلع أنا إما لسارة، شو بها بنتي؟ ليش مش عم بيعرفوا شو بها؟ أنا حبيتك بدون ما أعرفك، حط إيدك على سارة قبل ما يدقروها. دغري سارة بلشت تتراجع عنده قدام الضريح، وتلبكت واستحيت جوينا الدنيا وبدي نظف أنا، فعيطت لراهب تيساعدني تيعطيني شيء. طلعت أنا بتابوت الحردينة قلت له أنا بشكرك، ما لحقت واشوفك أنت سمعتني، أنا بوعدك هيدي بنتك طول ما هي طيبة ما بقى رح أفسع أنا شو ما صار. امنا نظفنا لعبة سارة، نزلت الحرارة، نزلت رجعت على المستشفى، خبرت الحكيم أنا بنتي رأيت سنة بلا حرارة من نهارة، بس هي بتشكي على طول حرارة، بس نحن بعدنا ضمن المستشفى والحكمة لصار عمرها 4 سنين و8 أشهر. ورموا إيديها كتير، زرقت على المصل، جينا نرتاح بالبيت، غفيت على الكنبية 3 أيام. هالسنة رحتوا على البيت ما هالسنة؟ لا بعدنا بالمستشفى. بعدنا بالمستشفى. ايه وكتير ناس قالوا لي عبنا عمل معك أعشوب بين بعدك. قلت لهم قلت لهم أنا راضية بكل شيء، مش زعلانة، بالقليل خفف للحرارة، وفي وقت في وقت، ضل قول في وقت، يمكن عم بيختبر قديش أنا بضاين، بس أنا بدي أقول له رح يزهق هو وأنا رح يضل إيماني، مش رح يروح إيماني. فجيت على البيت بتغفى 3 أيام مبطوعة، حكيت الحكيم أول يوم إنه بنتي ما وعيت، قال لي بركي لقطة فيروس اعطيها هيك هيك هيك. تاني يوم قلت له حكيم ما وعيت، لا فتت على التواليت ولا شربت مي، بنتي غافية صاروا يومين. قال لي روقي ليصير إلها 48 ساعة تيمشي الدواء بجسمها. تالت يوم ما بقى بدها القصة، أنا بيتي بالفنار، بدي أقرب مستشفى هارون، طلبت حكيم أطفال، قالوا لي دكتور نيكولا كيومجي، حطوا له المصل وعوا لي بنتي، قال لي منشفة من المي. قلت له أنا إيه بسيطة، يعني كانوا يفكروني شي وحدة بتاخد دواء أعصاب قد ما على طول هادية. فقلت لهم معلش، في كان يمروا علي أصعب. تاني يوم وعيت سارة بالمستشفى، بس عاملة كلها تاش من هون لتحت، تاشات حمر كتير، ما عجبتني. إجا الحكيم تيقول لي إنه سارة ما بترجع معك على البيت، سارة خطرة كتير، ولا فحص دم طلع نضيف، بدنا نحطك بغرفة عزل أنت وياها لما حدا يجي يزورها وتلقط ميكروب لأنه مناعتها واطية، وبس نخلص فحوصاتها بقلك شو بنعمل. أنا هون أول مرة بهبط بأرضي، قديش عندي إيمان، حسيت أنه خلصت الدنيا، يعني بنتي خطرة وخسرنا وأنا وخسرنا سارة. إيه يعني وصلت للنهاية. قلت لا والله مش وقت استحي، فتشت على قطنة الزيت وشلت صورة الحردينة، وبلشت أنا على قد ما عم ببكي وقد ما كان أنا إمها، صرت أدهن بقطنة الزيت وقلت دخيل إجرك ما تتركها، ما عدت أعرف صلي غير هالكلمة، دخيل إجرك ما تتركها وصلي بالزيتات. قعدنا 11 يوم بغرفة العزل، وحطوا لي سارة بتلج وكل شيء بالتلج، يعني كيس الماصل مشان ما يعمل شيء على راسها، وأنا هادية وناطرة. إجا بعد 11 يوم قال لي بتخاف. شو كان اللي هو إيمانك بالحردينة؟ إيماني بربي إنه مش رح يتركني، وأنا بدي أقبل لو شو ما عملت، ما في يغير بس يسوع بغير، بدي أمين. أستسلم أمين، بسلمك واصطفل وبدي أقبل، أنا ما فيني غير شيء، مش للموت ما فيني غير. أمين. بقى إجا تيقول لي ناريمان أنا بدي خبرك تشيل المسؤولية، سارة عندها تلاسيميا، طول ما هي طيبة بتخديها كل شهر بتحطي لها دم
في مركز بالحزمية للدم، بدك تحطي دم وريتها بدها تشيل ضروري على بكره. كنت وحده كانت عتمت الدنيا وفلوا اللي كانوا معي. ريا اذا ضلت بتعملها بدها شال. طلعت انا بدي ابكي ولا ما بدي ابكي، بدي اوقع ما بوقع، مغمضه عينه ما معي حدا تيسندني. طلعت بالحكيم قلت له بتآمن؟ قال لي ليش عم تساليني هيك؟ قلت له عم بسالك بتآمن؟ قال لي اكيد بآمن. قلت له اترك بنتي. قال لي شو؟ قلت له اترك بنتي. قال لي شو يعني؟ قلت له ما بدي احكمها، بدي انظرها. قال لي ناريمان انا عندي صبيان ما بياخذ هالقرار عم تاخذيه بالوضع اللي فيها ساره. بنتك ما عندها دم بتموت. قلت له هو عطاني اياها مش رح تموت قبل ترمى، هو اللي بقرر. قال لي ما في وقت. قلت له هلا اجى الوقت. سمع اشاعة؟ قلت له ابدا. يسوع قال لي عنده ايمان قد حبه الخردل بتنقل الجبل من ميل لميل. هلا فهمت شو يعني. انا ايماني يسوع عارف اكبر من حبه الخردل، وانا بدي خلص ساره وما رح خلي ايماني يروح دعان. قال لي يا ناريمان شو عم تحكي انت؟ والله ما في وقت بتموت. قلت له اعطيني ورقه، انت ما تعطل هم على مسؤوليتي، بمضي مش حاملك مسؤوليه. قول امها رافضت تعالجها وانا رح امضي. طلع هيك قال لي عم تحكي مزبوط. قلت له ايه بكل ثقه. واسمع واحفظ شو بدي اقول لك حكيم. بفتح الشباك بالمستشفى، بشيل قطنه الزيت، بدهن ساره وبتطلع بقول له يا رب أنا بعرف إنك بالسما سمعني، وبعرف السما مليانة قديسين، أنت بتعرف إيماني أكبر من حبة الخردل، أنت اللي قلت لي هيك، وأنا بصدق كلامك يا رب وبدي ألحق كلامك، إذا بتسمح أنا حبيت الحردينة بدون ما أعرفه، ومعي هالقطنة شحدني دم بدل الزيت لسارة، إذا عطيتني ندري علي بشهد كل العمر للحردينة وبلبسها طوب وشهر، وإذا لا يا رب غفي بنتي وخدها على السما. مثل ما بدي اقبل صحة ابني المنيحة اللي هي منك، انا بدي اقبل صحة بنتي المش منيحة اللي هي كمان منك. طلعت لقيت الحكيم عم يبكي. قال لي خلص؟ قلت له ايه خلص. قال ما بدك تغيري رأيك؟ قلت له لا. حطيت قطنة الزيت وصورت الحردينة. قال لي طب ليكي رح روح بس حضرنا الدم، ما بيجي الظهر، ما بيجي الصبح، بيجي الظهر تأعطيكي وقت تصلي. قلت له روح ما تخاف، انت مش مسؤول على اللي عم بقوله، انا مسؤولة. قال الحكيم انا طلعت بساره قلت لها مش رح افزع، انا عندي ثقه كبيره بيسوع، مثل ما الله بريد يا بغفيها اليوم ببكي انا وما تبكي بنتي او بيعطيني الصبح. طبيت راسي انا قد ما باكي تعبت ونمت فوق راس ساره. بنتي ما عندها لون، لا ما عندها دم، بتوعيني وجه احمر مثل الجمر وبتقلي ماما قومي انا جعت كثير عبالي اتروق بيضه مسلوقه. طلعت هيك قلت لها اليوم بنطلع على كفيفين وبتموتي حدي، ما رح رجعك على المستشفى. قالت لي وعديني. قلت لها بوعدك. اجوا تيعملوا فحص الدم ليحطوا لها دم لساره، لقوا الدم طايف عن المعدل، بده يحطوا البلاكات لانه ما عندها. طلع للصبح 5000 لوحده، والتاش اختفت وحده من ريتها. اجا قال لي ناريمان صلي لاولادي الحكيم لانه في اعجوبه صارت، رح اعطيكي انا رابور انه الحرديني شفالك بنتك، ما فيني احط لها ولا نقطه دم. قلت له فكها واعطيني اياها. قال لها وين؟ قلت له طلعك في فين؟ قال له ميرسي. طلعت اخذت ساره، ما حطينا دم، ما حطينا دواء، ما حطينا علاج ولا شيء، وشكرت الحردينه، لبستها الطوب شهر، وصرت اطلع كل جمعتين ثلاثه تاشكر الحردينه، وريس الدار يقول بوقتها بالوعظه اللي عنده قصه مع الحردينه بنتمنى من العالم تخبر، لانه جون بول دعيز اعجوبه لنعلن التقديس. أنا إنكو جوزي تعطى نحكي. جون بول دي كان بعت البابا. كان بعته البابا. نعم. إيه قال له لجوزي تعطى نحكي، قال لي لا اسكتي هذا شيء بينك وبينه ما بدنا نخبر. بنفس النهار شفيت بنتي بيفقع مصراني أنا وبعمل عملية كثير كبيرة. ثالث مرة عندي العملية أنا وبالمستشفى، نمت ببصر بنوم الراهب اللي ناطرني على المذبح اللي كان مرافقني كل هالسنين تيعطيني القربانة. قربت لأفتح تمي لآخذ القربانة، بقول لي واقفة. هالمرة اعطيني ايديك، بيكشف عن وجهه بشوف الحردينة. بياخد ايدي هيك بحط ورقة بصفصف عليها 4 قربانات وبيدفشني روحي وزعي لهن، بعرف انه هيدي اشارة من الحردينة. بوع بخبر جوزي وبفوت على العملية. عمليتي انا بتاخد 2.5 ساعة، شقوني ورجعوني. بقول لهم الحكيم حرين تصدقوا حرين لا، فحصناها عشية وبدنا نعمل العملية. شقيناها جينا نعمل العملية لقينا المصران مقطب. فطلعت على كفيفين وخبرت الخبرتك ياه. امين. قدمت رابورات الاطباء
وانا وبالبيت راكعه وعم صلي للحردين، شو معناتها هالمنامات اللي رفقتني كل هالسنين؟ بس هيدا اخر منام اربع قربانات. شو بأربعة أربعة 2004 بدقوا لي من كفيفين عايزينك. بطلع باخد فيليب وسارة وبطلع وبفوت على دار كفيفين، وبيعطوني بقلب الأرز عظمة من عظمات الحردينة أحتفظ فيها ببيتي، والبابا رح يعلن التقديس، بتسكر ملف الحردينة، بتكون هي آخر أعجوبة تسكرت، وأعلنوا التقديس 16 أيار 2004. يعني هي تعتبر العجوبة اللي سكرت له الملف، تسكر يعني العجوبة الثالثة لا تثبيته. آمين. أنا بشكره كثير، وقد ما أشكر قليل قليل قليل. طيب نعم، ما نحن ما عندنا وقت، بس بدي أقول لك أنت اليوم يلي صار معك هالشيء هذا مع بنتك معك، كيف بتحسي بنهارك؟ ما في عندك شيء بيشوشك بيهدك على المطرح؟ تجارب بلا كتير. وشو بتقولي للناس يلي عم تسمعك يلي بتآمن بس كمان في عندها تفزع أوقات شك وخوف؟ أكيد نحن بشر. أكيد. شو بتقولي لهم؟ أنا من وقت صارت الأعجوبة أنا كل عمري عندي إيمان وعطولي بصدق، لأنه كلام الله حق، ولا مرة مزح يسوع معنا بكلامه، بكل كلمة يعني السماء والأرض بتزولوا كلامه ولا ممكن. فأنا بدي سلم تسليم كل لما أنا بصلي. ما تجربت كتير، تجربت وما تشوشت وما انقهرت وما تعذبت كتير، وكل يوم بيزيد. وبعدين صارت الحياة تعلمني وإيماني بالله كل يوم يزيد، إنه كل ما قويت التجارب يعني أنا عم بقرب فشخة للرب، يعني لأنه الشيطان بده يحركش فيه طيقشتني هالنعمة. أنا بدي أقول للناس يسوع على طول واقف على الباب ناطر، ولا يوم تركنا، وعطول بيسمع، ما عنده ديني طرشة، بس كله بوقته بيختبر قديم نضاين. حتى الناس اللي انتقلت من هون كان لصالحها وخيرها، لأنه فوق في فرح أكتر من هون. أنا اليوم بقول لهم ما بقى افزع من شيء، إذا تجربت أو سخانة. سارة كيفية اليوم؟ بتجنن سارة، ملتزمة 24 سنة. حتى مش عملت لأي طعم لسارة، بدي أقول لهم للناس، بلشت بطعوماتها كان عمرها كم شهر ووقفت وتركتها، لأنه حكيمة هو السماء، حكيمة هو الرب، هو القديسين تيشتغلوا فيها. الله يحرس لك إياها. خلي لي إياك. أختي الأحبة، أنا بدي أشكر متابعتكم معنا. بنشكر من جديد أبونا الأب يونان عبيد، سعادة السفير يوسف صدقة. نعتذر أنا بالأسماء مع أنه عزيز على قلبي، السفير صدقة، وأختنا نريمان بلوك على يعني مجيئهم على هالحلقة هيدي وإغنائنا بالمعلومات على مستوى الحقيقة الذهنية الفكرية وعلى مستوى حي التدخل الله بحياتنا. أنا وياكم على موعد جديد أختي الأحبة الأسبوع المقبل مثل اليوم على الساعة 9:30. نهار مبارك.